من الظواهر الخطيره اللي عندها في المجتمع ديالنا الى يومنا هذا، ان البنت لما تطلق الراجل وكتسالي العده ديالها وكيرجع الراجل تيبغي يرجع على عنده، الاب تيقول له والله لا رجعت لك، انا رجع بنتي ليك من بعد ما تكرفتي عليها، من بعد ما عذبتيها، من بعد ما مرمتيها. والبنت تبكي كيقول لها مالك كتبكي، كتقول لها باغي نرجع لراجلي، وباها ما مخليهاش، علاش؟ الكرامه والنخوه. ولهذا نزلت هذه الايه، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم، ما تدخلك انت بينهم، اذا تراضوا بينهم، اذا تراضوا بينهم بالمعروف، اذا تراضت الزوج ومع الزوجه ديالو، الطليق مع الطليقه ديالو، تراضوا بيناتهم، انت يا الاب لاش تدخل بيناتهم، لاش لاش تدخل بيناتهم، حيت ربي ما دخلكش بيناتهم، بالعكس قالك ربي ديها فوق راسك ايها الاب. فلا تعذروهن، فلا تمنعوهن، الى طلقها وطلقاته وبغاو يرجعوا لبعضياتهم، ما تدخلش الاب، ما تدخليش الام، راه هذا هو سبب نزول الايه.